صباح الخير، معاكم النهارده كابتن رنا ايمن. النهارده هنعرض تمارين لمنطقه الكور، وهي تمارين حوالين منطقه البطن. اول تمرين معانا هو اسمه تمرين البير هولد. البير هولد ده بوسع رجلي كده سنه، بنزل تحت كاني هسجد، تمام؟ هوسع رجلي سنه، هطلع سنه بركبتي لفوق واثبت كده لمدة 40 ثانية. تاني تمرين معانا هو تمرين الهاي بلانك. الهاي بلانك بنزل بسند على ايدي، اهم حاجة ايدي تبقى يعني وسع كتفي، تمام؟ رجلي مفرودة ورا، شدة بطني واثبت كده لمدة 40 ثانية. تالت تمرينة معانا هي تمرينة البريدج. تمرينة البريدج بنزل انام على ظهري، بطني ركبتي، تمام؟ ايدي في الجنب، بطلع بالهيب لفوق وانزل بالراحة، واطلع وانزل. ممكن اعمل ثبات فوق واعد من 1 لـ 6. 1 2 3 4 5 6 وبنزل. رابع تمرين معانا هو تمرين السايد بلانك. بنزل على المات، بنام على جنبي، حط رجل الاتنين فوق بعض وكوعي يبقى في مستوى الشولدر على طول، واطلع لفوق واثبت 40 ثانية. وبكده خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا، وهستناكم في الحلقة الجاية.